عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول، أهلاً ومرحباً بكم في برنامج المدرسة النموذجية، وتحديداً في الدرس الأول من الوحدة الثانية. أبنائي وبناتي الطلاب، في هذه الوحدة سنتعلم الكثير من الأشياء، وأهم هذه الأشياء التي سنتعلمها هي التعرف على أفراد عائلة الحروف الكبيرة. عائلة الحروف مكونة من 28 حرف، من 28 حرفاً. هذه العائلة سنتعرف فيها على أفرادها، أشكالهم، ونميز بين أصواتهم المختلفة. وعلينا أن ندرك أن هذه العائلة كثيرة الحركة، فالحرف الواحد لا يلتزم بمكان واحد، سنجد هذا الحرف يتنقل من مكان إلى آخر، كما أن الحروف قد تظهر متشابكة مع بعضها البعض كإخوة متلاصقون، أيضاً يلعبون مع بعضهم بعضاً، أو سنجدهم منفصلين عن بعضهم البعض. إذن ننتقل إلى الدرس الأول من الوحدة الثانية في هذا المنهج، وهذا الدرس هو بعنوان أحب ماما. هيا بنا. انظروا جيداً إلى هذه الصورة. هذه صورة ماما وهي تحضن ولدها، تحضن ولدها، وكلنا نحب أمهاتنا بدون شك. انظروا في هذا الجانب من الصورة، ماذا ترون؟ هذا هو أول حرف سنتعرف عليه في عائلة الحروف 28، هذه العائلة الكبيرة والجميلة. هذا هو حرف الميم، حرف الميم ينطق ماء، ماء، هكذا هو صوت حرف الميم. سنتعرف جيدا على هذا الحرف وكيف سنكتبه ونقرأه. انظروا إلى هذا النص الموجود في الصورة. ما 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 ما، لماذا نطقت هذا بهذا الشكل؟ ما، ألا يشبه هذا الحرف حرف الميم هنا؟ إنه ذات الحرف، إنه ذات الحرف. ما الفرق بينهما؟ فرق بسيط، أن حرف الماء هنا اختار أن يكون في أول الكلمة. انظروا، حرف الماء اختار أن يكون في أول الكلمة فرسم بهذا الشكل. ماء، دائرة صغيرة ومعه أيضاً يد ممتدة. لماذا تمتد هذه اليد؟ لتمسك بحرف آخر. انظروا هنا كيف أمسكت بحرف الألف. ما، 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 هل رأيتم؟ إذن حرف الماء يمسك هنا بحرف آخر، لذلك كتب بهذا الشكل. ماما، أين تذهب ماما؟ ماما تأخذني إلى المدرسة. انظروا إلى هذه الصورة، ماما تأخذني إلى المدرسة. علينا جميعا أن نتعلم كيف نكتب كلمة ماما لأننا نحب أمهاتنا. إذن هذا هو حرف الميم وهو يكتب في أول الكلمة بهذا الشكل. هناك أمر آخر، انظروا جيدا ماذا يصاحب حرف الميم أو الماء؟ ما الحركة هذه التي فوق حرف الماء؟ إنها الفتحة، وهذه الحركات عليها أن تصاحب دائماً كل الحروف، فهذه أول حركة سنتعلمها، إنها حركة الفتحة. ماذا تعني هذه الحركة؟ إذا رأينا هذه الحركة فوق أي حرف من الحروف سنفتح فمنا عند النطق، فنقول ما، ما، ليس مي ولا مو، إنما ما. هذه هي الفتحة التي تناسب هذا الحرف أو تلتزم بهذا الحرف، فسنقرأها بهذا الشكل. ما، 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 ما. ننتقل إلى الصفحة الأخرى. أيضاً
سنكمل درس أحب ماما. أنا أحب ماما. ماذا ترون هنا؟ إنه حرف الميم. ما زلنا نتعرف على حرف الميم. دعونا نرى هذه الصور ونتحدث عنها. هذا سعيد، تعرفنا عليه مسبقا. ماذا يفعل سعيد؟ إنه يقرأ. سعيد يقرأ. إذا تحدث سعيد عن نفسه كيف سيتحدث؟ سيقول أنا أقرأ، أنا أقرأ، أنا أحب ماما، أنا أحب ماما، أنا سعيد، أنا سعيد. ننتقل إلى الصفحة الأخرى. رائع، هذه الصفحة هي التي سنتعلم من خلالها كيف ينتقل حرف الميم من مكان إلى آخر. فحرف الميم مثل ما قلنا ككل الحروف لا تحب أن تكون في مكان واحد، تحب الحركة الكثيرة واللعب الكثير. فمرة نجد حرف الميم في بداية الكلمة، ومرة نجده في وسط الكلمة، ومرة نجده في آخر الكلمة، ومرة أخرى نجده بمفرده. انظروا حرف الميم كيف نرسمه ونكتبه إذا كان في بداية الكلمة. دائرة صغيرة ويد ممتدة. لماذا امتدت هذه اليد؟ لتمسك بحرف آخر. ماذا عن الميم في وسط الكلمة؟ انظروا كيف ستكتب. يد ممتدة ودائرة ثم يد أخرى ممتدة. لماذا؟ لأنه أراد أن يكون في الوسط. معنى ذلك أن هنا أنه سيمسك هنا بحرف وهنا بحرف آخر. إذن حرف الماء يكتب هكذا في بداية الكلمة، ويكتب هكذا في وسط الكلمة. أما في آخر الكلمة فهو لن يمد إلا يدا واحدة، وستختم الكلمة به، لأنه يريد الآن أن يكون في آخر الكلمة، لا يريد أن يمسك بحرف آخر. إذن كيف ننطق حرف الماء إذا وجدت فوقه هذه الحركة، حركة الفتحة؟ ما، ما، ما. ماذا عن هذه الكلمة؟ حرف الماء اتصل بالألف، في هذه الحالة سنمد الصوت، سيصبح ما، ما، سيصبح صوتا طويلا. إذن نعرف جيدا أن هذا الحرف له صوت قصير وله صوت طويل. صوت قصير ما، وصوت طويل ما. أنتم رائعون، هذا هو الحرف الذي علينا أن نحفظه جيدا ونكتبه جيدا. كيف سنكتب هذه الحروف؟ في دفاترنا هناك أسطر، ألا ترون؟ هكذا أسطر. هذه الأسطر كأنها بمثابة المكان للحروف، وعلينا أن نكتب كل حرف في مكانه. فحرف الميم يحب أن يجلس مستقراً تماماً على السطر، على السطر. لا يجب أن يكتب هكذا فوق السطر، خطأ، هكذا لن يرتاح الحرف، هو يريد أن يرتاح ويتمدد. كيف سيتمدد؟ فوق السطر مباشرة، إما في بداية الكلمة أو في الوسط هكذا أو في آخر الكلمة. إذن علينا اليوم أن نكتب حرف الماء في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة مع حركة الفتحة. ما، ما، وما، ما، صوت قصير وصوت طويل. انظروا إلى رقم 3. أنا أحب القراءة، أو أحب ماما، أو اختاروا ماذا تحبون تحديدا. أنا أتحدث عن نفسي بهذا الشكل، أنا. في هذه الصورة تجدون ديكا وثعلبا، ولا بد أنكم عرفتم أن الثعلب يريد أن يصطاد الديك ولكنه لن يستطيع. لماذا؟ لأن الديك فوق والثعلب تحت في الأسفل، فالثعلب لن يستطيع الوصول إلى الديك. ننتقل إلى الصفحة الأخرى. هذا هو حرف الميم،
انظروا ما أجمل حرف الميم، إنه يشبه المفتاح، شكل المفتاح، كأنك ترسم مفتاحاً. رائع، كأنك ترسم مفتاحاً. إذن حرف الميم يكتب منفرداً بهذا الشكل، في أول الكلمة بهذا الشكل، في وسط الكلمة يكون لديه يدان، وفي آخر الكلمة يمد يداً واحدة فقط، ثم يمد قدمه الأساسية بهذا الشكل. وهذه هي حركة الفتحة التي نفتح فمنا بها عند نطق الحرف. ما ما ما، ماذا علينا أن نفعل في هذه الصورة؟ أن نلون حرف الميم في المفتاح ونميز هذا الحرف. رائع، أنتم رائعون. قبل أن ننتقل للحرف الآخر، ماذا علينا أن نفعل؟ علينا أن نتدرب اليوم على كتابة حرف الميم بشكل جيد، في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. ننتقل إذن للحرف الآخر. ما هو الحرف الآخر؟ انظروا هذه الصورة، ماذا يوجد بجانب هذه الصورة على جانبها؟ حرف الباء، هذا هو الحرف الثاني الذي سنتعرف عليه، إنه حرف الباء. كيف نكتب هذا الحرف؟ انظروا، خط أفقي بسيط ثم عمودي، عمودي بسيط ثم أفقي ثم عمودي. مرة أخرى، خط عمودي صغير ثم أفقي ثم عمودي، ولا ننسى النقطة أسفل الحرف. حرف الباء لديه نقطة ملازمة له أسفل الحرف، هذا هو حرف الباء. إذن نتعرف اليوم على فرد آخر من أفراد العائلة الكبيرة، عائلة الحروف. مثلما أخذنا في الدرس الأول أحب ماما، في هذا الدرس سنأخذ أحب بابا، فكلنا أيضا نحب آباءنا مثلما نحب أمهاتنا. هذا هو الأب وهو يحضن طفلته وصغيرته وابنته. بابا يأخذني إلى المدرسة، بابا يأخذني إلى المدرسة. الصفحة الأخرى، أحب بابا، أنا أقرأ، أنا أقرأ. نحن سعداء. إذن نتعلم أيضاً كيف نتحدث عن أنفسنا بكلمة أنا، فأنا أتحدث عن نفسي وأقول أنا أقرأ، أنا أشرب، أنا أكتب. ماذا إذا تحدثت عني وعن غيري؟ سأقول نحن، نحن سعداء، أو نحن نقرأ. نعم، هكذا يجب أن نتعلم الضمائر. أنا أحب بابا. لاحظوا أين حرف الباء في هذه الكلمة. انظروا حرف الباء أين جاء. جاء حرف الباء في آخر الكلمة. كيف يكتب حرف الباء في آخر الكلمة؟ بهذا الشكل، بهذا الشكل، بهذا الشكل، يمد يدا واحدة. وكيف يكتب إذن في أول الكلمة؟ انظروا، بهذا الشكل، يمد يدا أخرى في الجهة الأخرى. هكذا حرف الباء يكتب في أول الكلمة بهذه الطريقة. ماذا عن وسط الكلمة؟ سيمد يدان، يد ويد، لأنه سيمسك حرف هنا ويمسك حرف آخر هنا. إذن مرة أخرى، كيف نكتب حرف الباء في بداية الكلمة؟ هذا هو حرف الباء في بداية الكلمة، ثم في وسط الكلمة، ثم في آخر الكلمة. وإذا كان الباء لوحده سيكتب بهذا الشكل، إذا فضل أن يلعب مع نفسه سيكتب بهذا الشكل، أما إذا أراد أن يكون مع الحروف الأخرى فلا بد عليه أن يتميز بهذه الأشكال الثلاثة. ماذا عن الحركات؟ انظروا إلى هذه الحركة، إنها
حركة الفتحة التي أخذناها في الدرس السابق، وماذا عن هذه الحركة؟ إنها حركة الضمة. لاحظوا أن هذه الحركات تزين الحروف، فمرة نجد فتحة، ومرة نجد ضمة، ومرة أخرى سنجد كسرة. علينا أن نتعلم هذه الحركات. فتحة نقرأ بها الحرف بالفتح هكذا، باء باء باء. ماذا إذا كانت الضمة فوق الحرف؟ سنضم شفتينا بهذا الشكل، بو بو. ماذا إذا كان الحرف يصاحبه الكسرة، تصاحبه الكسرة؟ سنقرأه بهذا الشكل، بي بي. با بو بي، با بو بي. هل رأيتم؟ حتى لو كان الحرف في وسط الكلمة بنفس الطريقة، با بو وبي. رائع. إذن تعرفنا أيضا على حرف الباء مع حركاته. ننتقل إلى الصفحة الأخرى، ما زلنا في حرف الباء. انظروا جيدا إلى هذه الصورة أو هذا الحرف الذي تجدونه أمامكم. هذا هو حرف الباء وهذا هو حرف الباء. ما الفرق بينهما؟ هنا حرف الباء بالصوت القصير، هنا حرف الباء بالصوت الطويل. لماذا؟ لأنه ملازم لحرف الألف. سنقول با 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 با، صوت قصير، وبا صوت طويل. أنا أقرأ، هيا بنا لنقرأ ونتعرف على الحرف وكيف يكتب. في بداية الكلمة يكتب الباء بهذا الشكل، وفوقه حرف أو حركة الفتحة. إذن با با في وسط الكلمة، با في آخر الكلمة، با منفردة. بينما هنا سأقرأ با با. لماذا؟ لأن الباء التصق بآ بحرف المد ألف، بابا. إذن هكذا نكتب بابا، مثلما تعرفنا على ماما سنتعرف على بابا. أنا أقرأ ونحن أيضا نقرأ مع بعضنا البعض. انظروا إلى هذه الصورة المجاورة، ماذا تجدون فيها؟ تجدون فيها نسرا أراد أن يهجم على الكتاكيت الصغار لهذا الديك. هل سمح له الديك بذلك؟ لا بالتأكيد، لقد لحقه الديك كما ترون في الصورة، وكذلك تشاجر معه حتى خاف النسر وهرب. إذن سنتعلم أيضا في هذا الدرس كيف نكتب حرف الباء وننطقه، كيف نكتبه في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. أبنائي وبناتي الطلاب، في هذه الوحدة تعلمنا الحديث أو الكتابة عن حرفين وكذلك نطقهما، حرف الماء وحرف الباء. ماذا علينا في المنزل؟ أن نكتب كثيرا هذين الحرفين وأن نقرأهما أينما وجدناهما. بالتوفيق لكم، وأتمنى منكم أن تذاكروا هذين الحرفين بشكل مميز. وفي الحلقة القادمة أو في الدرس القادم إن شاء الله سنأخذ بقية حروف العائلة الكبيرة، عائلة الحروف. إلى اللقاء.